السلام عليكم. وعليكم السلام، ارفع صوتك ابو عبد الله، تفضل. الله بالخير انت والشيخ. الله يحييك، تفضل. يا شيخ طال عمرك، انا عندي الوالده جت قالت لي اشتري لي سياره، وجيت بشتري لها سياره وهي امورها زينه ووضعها زين، وانا كذلك وضعي زين واموري زينه، حبيت اني اشتري لها السياره من عندي. فقالت السياره، قلت خلاص السياره، وحلفت لها بالطلاق انها ما تدفع فيها ولا ريال. يا ولدي يا ولدي، وكررت الحلف مره ثانيه. المهم طال عمرك هي كان عندها سياره قديمه وباعتها، و لما اشتريت السيارة دفعت فلوسها للوكالة وطلعت السيارة، جت عندي الوالدة وقعدت تبكي وتقول تكفى عشان ترضيني، أقل حاجة خذ فلوس سيارتي القديمة وزدها، لا يعني أنا ماني في حاجة ولا. فالحقيقة أني تعاطفت مع ودي، يعني ما أبغى أشوف لا تبكي ولا ترجعني، بالعكس يعني الفضل والمنة لله رب العالمين ذم الوالدتي. فرحت وتقدير لوضعها أخذت فلوسها وزدت عليها واشتريت السيارة الجديدة. فايش وضعي؟ هل هو كفارة يمين ولا أدفع لها الفلوس كلها ولا ايش رأيك يا شيخ؟ طيب شكرا. شكرا لك. أنت تقول أنك اشتريت لها سيارة ثانية غير الأولى اللي من مالك، ها؟ نعم. خلوه يوضح. نعم يا شيخ، انقطع الخط. تفضل. أقول إذا كان اشترى لها سيارة من مالها وزود عليه، يعني باع سيارة القديمة التي تملكها الوالدة وزود عليها واشترى لها سيارة جديدة ورضيت بذلك، فالحمد لله انحلت المشكلة، واللي السيارة اللي عليها الطلاق هذه ما ترجع إليه، ترجع إليه ولا تكون للوالدة. نعم. وإذا كانت فضيلة الشيخ هي يعني رأفة به لا تريد أن تأخذ شيء من ماله أو يشتري لها من ماله. نعم الجواب ما ذكرته، ولكن إذا كان فيه طلاق كما يقول، نعم الطلاق يرجع فيه إلى المحكمة عند القاضي أو إلى دار الإفتاء في الرياض. نعم.